دونك هنا كذلك هاد التربه شنو كدير؟ كدير فقاعات لي بول. دونك هذا شنو كيعني؟ كيدل على ماذا؟ كيدل على لو سول كونتيان دو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو ديال اليوم كيهم مرجع آخر من مراجع النشاط العلمي، وهو مرجع منهل النشاط العلمي كراسة التلميذ والتلميذة بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي إن شاء الله. إذن الدرس ديال اليوم غادي نديرو درس من الوحدة الثانية الأسبوع السابع، درس التربة، وبالضبط حصة الأولى مكونات التربة لي كونستيتيون دو سول. لونيتي هي لو سول، الحصة هي لي كونستيتيون دو سول، مكونات التربة. الهدف من هذا الدرس هو اكتشاف مكونات التربة، الهدف هو اكتشاف مكونات التربة. L'objectif c'est de découvrir les constituants du sol. D'accord. أولا سأبدأ بفقرة ألاحظ. عند مروره بجانب حقل مزروع أخذ أشرف حفنة من التربة ولاحظها، وقال لأخيه أن التربة تتكون من فتات الصخور فقط، فبين له أخوه أن التربة تحتوي على مكونات أخرى. إذن هذا أشرف كان مارا بجانب حقل مزروع فأخذ حفنة من التربة ولاحظها، وقال لأخيه شوف هذه التربة تتكون فقط من فتات الصخور، يعني فقط من قطع صغيرة من الصخور، فبين له أخوه أن توقعه خاطئ، بل أن التربة تحتوي على مكونات أخرى مختلفة. إذا لاحظوا هنا المقطع، إذا شنو كنلاحظوا في هذا المقطع؟ مقطع في تربة، أن التربة أولا تبدأ بالصخرة الأم هي الأولى، ثم التربة هي اللي كتكون الفوق، اللي كتكون من حصى، كتكون من جذور النباتات، من نباتات إلى غير ذلك، مفهوم؟ إذا هذا هو المقطع ديال التربة كي تكون هذه المكونات، مفهوم؟ هنا أكتب سؤالي وفرضياتي في دفتر التقصي، في دفتر التقصي، نحن سنستعمل ورقة وسأكتب لكم سؤال التقصي والفرضيات. إذا سؤال التقصي، سؤال التقصي شنو هو سؤال تقصي اللي ممكن نسولو؟ دونك هنايا شنو؟ ما عرفش أشرف، ما عرفش مكونات التربة، إذا ما هي مكونات التربة؟ ما هي مكونات التربة؟ هذا هو سؤال التقصي. الفرضيات، الفرضيات كما كنقول للتلاميذ دائما، غير افترض الفرضية اللي بغيتي افترضها. دونك أفترض مثلا، أفترض أن التربة وسط حي، مثلا أفترض أن التربة تتكون من حصى وديدان ومثلا مواد معدنية. أفترض أن التربة غنية بالماء، داكوغ مثلا، فوق. دونك هادو هما الفرضيات، الفرضيات فوقاش غنتحقق من الصحة ديالهم، واش صحاحين ولا خطأ، غادي نتحقق منهم من بعد ما غندير الأنشطة المبينة في الصفحة 22. إذا سؤال تقصي هو ما هي مكونات التربة، والفرضيات هو فرضيات اللي درتي هما هادوك اللي يكونوا قريبا من الجواب على سؤال التقصي. إذا الآن غادي نمروا لأتحقق من الفرضيات، أتحقق من فرضياتي. إذا أتحقق، أولا أنجز المناولة واحد لأكشف عن مكونات التربة، المناولة هي هذه، سننجز المناولة لنتعرف عن مكونات التربة. أتمم نتيجة المناولة واحد بكتابة الاسم المناسب أمام كل رقم. إذا غادي نكملوا هذه المناولة بكتابة كل حاجة بالرقم ديالها. إذا هنايا في المناولة شنو درنا؟ أضع حفنة من التربة في إناء زجاجي يحتوي على ماء وأحرك الخليط ثم أتركه يسكن. إذا جبت واحد الحفنة ديال التربة وضعتها في إناء زجاجي به ماء وقمت بتحريك الخليط جيدا فبدأ يسكن، ثم سألاحظ. لاحظ، إذا بعد المناولة تبين لي أنه وجود هنا مجموعة من القطع الصغيرة اللي هي كتعبر على ماذا؟ كتعبر على حصى. لاحظ هنايا حصى، داكوغ. إذا خمسة هو حصى، وأربعة ماذا يمثل؟ أربعة يمثل الرمل، لماذا؟ لأنه أخف من الحصى، رمل. ثلاثة اللي هو كذلك الطين، الطين، طين، حصى ورمل. إذا علاش؟ لأن الحصى أثقل من الرمل والرمل أثقل من الطين، مفهوم؟ هنايا اثنان ماء، ماء، وواحد بقايا، بقايا نباتات وحيوانات،
بقايا الحيوانات والنباتات كيكونوا خفافين، داكشي علاش كيطلعوا على سطح الماء. اذا هادو هما الاسماء ديال كل رقم، اولا حصى، رمل، طين، ماء، ثم بقايا نباتات وحيوانات. اذا هنا املأ الفراغات بما يناسب، مكونات عضوية، مكونات معدنية، والجزء السطحي. اذا تكون التربة من الكرة الارضية، وتوجد بها مواد ناتجة عن تفتت الصخور تسمى كذا، ومواد من اصل نباتي وحيواني تسمى كذا. اذا تكون التربة ماذا؟ الجزء السطحي. الجزء السطحي. إذا التربة شنو هي؟ السطح ديال الأرض، داكوغ؟ السطح ديال الأرض هي الجزء السطحي، يعني هي التربة. وتوجد بها مواد ناتجة عن تفتت الصخور، هي ماذا؟ إذا كتواجد في هذه التربة مواد ناتجة عن تفتت الصخور، بحال الحصى، بحال الطين، إلى غير ذلك. إذا هذه مكونات واش عضوية ولا معدنية؟ معدنية. داكوغ؟ المكونات العضوية أصلها نباتي وحيواني، إذا تسمى مكونات عضوية. داكوغ؟ اللي كدير لنا الدوبل. داكوغ؟ إذا هادشي اللي كاين. لاكتيفيتي 2، جو رياليز لي مانيبيلاسيون 2 و 3، جوبسيرف لي ريزولتا اي جو كومبليت لي فراز سي دوسو. إذا غادي ندير المناولات رقم 2 و 3 وغادي نكتب النتائج وغادي نكمل هاد لي فراز اللي عندي هنا. داكوغ؟ نبداو بالمناولة رقم 2. جو مي ان ايشونتيون دو سول دون ان ساك اون بلاستيك ترونسبارون اي اون تمبيراتور امبيونت بوندون بليزيور اور. دونك هنا غندير واحد العينة من التربة، فاهم، في واحد لو ساك دو بلاستيك، بحال هذا ميكا ديال البلاستيك، ساك دو بلاستيك اللي هو ترونسبارون، اللي هو شفاف، داكوغ، كيبين، ا اون تمبيراتور امبيونت، يعني واحد درجة الحرارة معتدلة أو متوازنة، بوندون بليزيور اور، يعني غادي دوز هاد التربة في هاد الكيس بلاستيكي واحد الساعات كبيرة، واحد 4 ساعات، 5 ساعات، 8 ساعات، إلى غير ذلك. شنو في نظركم غادي يبان لنا في الكيس البلاستيكي، يعني في لو مومبران ديال الكيس البلاستيكي، يعني في الكيس البلاستيكي من داخل شنو غادي يبان لنا؟ دونك غادي يبان لنا، إلا لاحظتوا هنايا مزيان، غادي يبان لكم بحال قطرات من الماء، داكوغ؟ دونك هنايا لاباريسيون دو كوا؟ لاباريسيون دو سوا دو لا فابور d'eau ou bien des gouttes d'eau. قطرات من الماء، داكوغ؟ قطرات من الماء سور لي باغوا دو ساك، يعني سور السطح ديال هاد الكيس البلاستيكي، مفهوم؟ نمرو للمناولة رقم 3. جو بلونج ان ايشونتيون دو سول دون ان ريسيبيون كونتونون دو لو. دونك هنايا شنو درنا؟ واحد ليشونتيون اللي هو مجموع ديال لو سول، فين درناه في واحد الاناء كذلك، باش نشوفو شنو غادي يطرا. دوز واحد الوقيته شنو غادي يبان؟ غادي يبانو شنو كيبانو لكم هنايا؟ بحال بويوقات صغاورين. دونك هنايا لاباريسيون دو بول دو بول دون لو. دونك هنايا كيبانو ديك البويوقات، داكوغ؟ كيبانو ديك البويوقات طالعين. دونك هنا من بعد ما درنا المناولة رقم 2، شنو تبين لنا بأنه شنو كاين في التربة؟ كاين الماء. دونك لو سول كونتيان دو لو، داكوغ؟ دونك هنا كذلك هاد التربة شنو كدير؟ كدير فقاعات لي بول. دونك هذا شنو كيعني؟ كيدل على ماذا؟ كيدل على لو سول كونتيان دو لير، كونتيان دو لير، يعني ان التربة تحتوي على هواء، داكوغ؟ ان التربة تحتوي على هواء. دونك الان نقراو الملخص. اذا استخلص، تقع التربة في السطح الخارجي للكرة الارضية وتتضمن مكونات معدنية كالعناصر الرملية والطينية. اذا قلنا بان التربة كتواجد فين؟ في السطح الخارجي ديال الكرة الارضية، اي في الجزء السطحي للكرة الارضية، وتتضمن مواد معدنية او مكونات معدنية بحال العناصر الرملية والطينية والحصى الى غير ذلك، ومكونات عضوية كبقايا النباتات والتربة. بقايا النباتات والتربة هي مواد عضوية، إذا مكون لهذه التربة. كذلك تعرفنا بإنجاز المناولتين 2 و3 على أن التربة يوجد بها ماء وهواء. دونك لو سول سو تروف على سيرفاس دو غلوب تيغستر، إيل كونتيان دي كونستيتيون مينيرو كوم لي زيليمون سابلو اي ارجيلو، كيتكون من العناصر المعدنية، داكوغ؟ مكونات معدنية بحال العناصر الرملية والعناصر الطينية.
et des constituants organiques, al-mukawinat al-udwiya, les restes d'animaux et les restes de végétaux, donc les baqaya al-nabatat ou baqaya al-hayawanat. On y trouve également de l'eau et de l'air. Kan al-qaw fi al-turba al-ma wa kadhalik al-hawa kama shufna fi al-munawalatayn 2 wa 3. الان غادي نشوفوا هذه الاسئله اللي كاينه من بعد استخلص هي اطبق. كاين جوج ديال الاسئله، سؤال باللغه العربيه وسؤال باللغه الفرنسيه. السؤال واحد: اشطب العنصر الغريب في مجموعه عناصر موجوده بالتربه. اذا هنايا عندنا مجموعه من العناصر: جذور، ماء، فراشه، رمل، هواء، بقايا نباتات، طين. اذا هذوما عناصر موجودة في التربة. فين هو العنصر الغريب؟ فين هو العنصر الغريب الغير موجود في التربة أو يوجد نادرا في التربة؟ إذن هنايا اللي كيتواجد نادرا في التربة غادي نشطب عليه هو الفراشة. فراشة قليل فين نلقاوها في التربة. هذا الجذور والماء والهواء والرمل والبقايا النباتات والطين كاينة في التربة. لا كيسيون 2: جو مي اون كخوا دون لا كاز دي كونستيتيون مينيرو دو سول. دونك غادي ندير كخوا قدام ماذا؟ قدام مكونات المعدنية للتربة. المكونات المعدنية للتربة شنو عندنا؟ صابل، اير، ارجيل، اي راسين. دونك هنا صابل هي الرمل، دونك هي مكون معدني. لاغ هو الهواء ماشي مكون معدني. ارجيل هو الطين مكون معدني. لي غاسين هما الجذور، هذا مكون ماذا؟ مكون عضوي. داكوغ، مكون عضوي. دونك هادشي اللي كان عندنا في هذا الفيديو. كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم هذا الشرح ديال درس التربه في مرجع منهل النشاط العلمي. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.